خص اللواء الركن جبار حاتم الدراجي قناة صلاح الدين بأول تصريح له بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد كقائد عمليات سامراء، بعث خلالها التهنئة لأبناء المحافظة والقوات الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا إياهم إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا. هذه العودة إلى هذه القيادة ليس بغريبة علي، أن أعود بين أهلي في قضاء سامراء، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن خلال قناتكم الكريمة أبعث بالتهنئة بصورة خاصة إلى كل أهلي في قضاء سامراء اللي هم أقرب شيء إلى قلبي، وإن شاء الله أكون ابنهم اللي يأملون بي كل الخير في هذه القيادة، وإلى الشعب العراقي بصورة عامة والقوات الأمنية العاملة بكافة مسمياتها أبعث لهم بالتهنئة، وإن شاء الله الله يوفقهم ويحقق أمانيهم، وإن شاء الله اللي آملين من شعبنا وقوات الأمنية هو الانتباه والحيطة والحذر هذه الأيام في هذه المناسبة، وكذلك الالتزام بالتعليمات بما تخص حظر التجوال والتنقل والابتعاد عن التجمعات بهذا العيد، ويمكن الاكتفاء بالموبايل أن يمكن ينقلون تحياتهم في هذا العيد، وأتمنى التوفيق لكل الشعب العراقي.